صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا، وتحية مجددة لكل أصدقاء وأوفياء برنامج صباح الأسرة، وألف شكر كذلك للحضور ديالك أستاذ النبي العياشي معنا دائما في صباح الأسرة. صباح الخير، مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. كل شيء مزيان الحمد لله. الحمد لله بخير زعما. الحمد لله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. نصائح اللي كتعطينا مفيدة جدا، وأنتم كذلك تطبيقيا الحمد لله تبارك الله عليكم. جربناها أنا شخصيا بعدا، جربت القضيه ديال الماء. الحمد لله الحمد لله، ما كاينش بحالو. ما حسيت الديسير، كليت الدلاع وكليت الخوخ. الحمد لله الحمد لله، مزيان ممتاز جدا. ماشي بارد. وجا عندك الضياف وما عطيتيهم الديسير. انا باقي ماشي عندي، لان في رمضان انا شويه مع الضياف، انا كنمشي عندهم. تعرضوني انا في الحقيقه في رمضان ما تنبغيش الضياف يجي، وما تنبغيش نمشي عند الضياف، تنبغي نلقى بوحدي. لان الحقيقه كيكون شويه الواحد خصو شويه ديال الراحه. لكن هذا ما كيمنعش ان في العطله في نهايه الاسبوع كاين ضروري عاود العائله ديال الشباب. كنتمنوا المستمعين ديالنا يكونوا معنا، استمعوا كذلك اليوم كما تعرفنا على اهم وجبه في شهر رمضان هي الوجبه ديال الفطور. اليوم غنتعرفوا كذلك على وجبه ما كتقلش اهميه كذلك في المنافع ديالها الصحيه، هي وجبه السحور. لكن ما بين الفطور والسحور كاين العشاء. استاذ النبي العياشي، واش مهم اننا ناخذوا هذه الوجبه ولا يمكننا نستغنوا عليها؟ ممكن اننا نستغنوا عليها، يعني ما فيهاش ضرر. نعم ما فيهاش ضرر، لان كنشوفوا الناس كيتقاتلوا لا الساعه ديال العشاء خصني نمشي. للاسف ما حتىش نشطنوا بها راسنا نهائيا. نسترحوا من الطبخ ديالنا. الوجبه ديال الفطور الا خدينا فيها كيف ما قلنا التمر، كما ذكرنا الماء، خدينا مثلا واحد نص بيضه، خدينا الفواكه، خدينا الخبز ولا الحريره، فهي كافيه باش اننا نسدوا الاحتياجات ديالنا. الوجبه ديال العشاء هي بكل صراحه وجبه اللي غذائيه. الناس اللي داروا العشاء وحيدوا السحور راه داروا غلط. الا غنحيد العشاء ونخلي السحور احسن ما يمكن لي ندير، ولكن هنا تنهضر على السحور ديال الصباح ديال الفجر. ما تنهضرش على السحور ديال وحده ديال الليل وجوج ديال الليل، تنهضروا على السحور، تنهضر على السحور ديال الفجر. نعم. وفي السحور بركه. نعم. هذه مساله اللي ما تناقشوهاش. بالنسبه للناس اللي بغاو يتعشاو واللي تيتعشاو واللي ضروري خصهم يتعشاو، على الاقل يحترموا بعض النقط فيما يخص وجبه العشاء. هادو خصوصا الناس اللي ما كتكونش فطرت مزيان في الفطور. اللي تيفطر مزيان واش يتعشى؟ حنا تكون نيتنا صافي يوم مزيان، لان الناس ما كيفطروش مزيان وباغيين يتعشاو. اكيد. فلا المشكل اللي تيوقع هو ان ربما من بعد ما الانسان تيفطر ربما تيمشي للمسجد، تيخرج يدور شويه، تيرجع ربما تيحس بالجوع. نعم. هاد الاحساس بالجوع ما تيفرضش عليه انني نتعشى. هذا الإحساس بالجوع ربما أنني نقدر ناخد فاكهة، ربما أنني ناخد مثلا شوية ديال السلو مثلا ولا السفوف ولا الزميتة على حسب المناطق كيفاش تسمي مع شوية ديال أتاي، ربما أنني ناخد شلاضة ديال الخضرة. ماشي ضروري أنني نتعشى. طيب الطاجين ماشي ضروري، يعني ماشي هذا هو الهدف. غير فقط بالنسبه للسفوف، يعني غير بين قوسين، يعني كاين هناك مجموعه الطرق للتحضير، كاين اللي تيحضروا ناشف، كاين اللي تيحضروا يعني ميدم. الا كانوا الناس غيديروا ميدم بالزيت ديال اللوز مزيان، لان كاين هناك طريقه تيتصايب بالزيت ديال اللوز. نعم. الا كان غيديروا بالزيت البلديه لا باس، الا كان غيديروا بزيوت اخرى من الافضل يديروا ناشف. تستعمل زيت بلديه كتكون مزيان. نعم يكون افضل واحسن. تيديروا زيت اللوز ولا الزيت ديال الزنجلان، حتى هو كذلك تيدار في الصفوف. فقلت ان يعني هذاك الاحساس بالجوع في واحد الوقت مثلا واحد 3 ساعات ولا 4 ساعات من بعد الفطور ماشي تيفرض عليا انني نتعشى، ولكن الا قدرت انني ما نتعشاش مزيان كان ضروري انني نتعشى. فعلى الاقل الناس يبداو بفاكهه هي الاولى. ضروري تبصيل ديال الخضره، لان الخطا اللي تيوقعوا فيه الناس خلال رمضان ما كتكونش خضره. داكشي علاش اغلبيه الناس يتصابوا مشكل القبض. نعم. خلال فصل رمضان، لان ما كاينش هناك خضر وما كاينش هناك فواكه، الناس تيمشيو لعصير الفواكه. داكشي علاش قلنا في الحلقه الفائته العصير ما تيعوضش الفاكهه، ولكن الفاكهه تعوض العصير. نعم. يعني يمكن ناخذ فاكهه وما نشربش العصير ماشي مشكل، نشرب عصير وما ناكلش فاكهه هذا مشكل، ولكن نشرب العصير ويعوض ليا المشروبات الغازيه احسن شيء. نعم. اولا ناخذ الفواكه مع العصير، ماشي مشكل. نعم. غير العصير بدون اضافه السكر. فقلت ان التناول ديال وجبه العشاء نبدا بفاكهه وندوز للتبصيل ديال الشلاضه اللي خصو يكون ضروري حاضر. من بعد كميه الخبز اللي خصها تكون معقوله، اولا الرز اللي يمكن لي ناخذه، النشويات ناخذ معاه، من الافضل ابتعاد عن المقليات، لان المشكل في رمضان هو ان تنكثروا من تناول السكريات،
الشباكيه على الكاطو على الباتيسخي الى اخره، وتنكثروا من تناول الدهنيات، هل يدام في الباتيسخي، هل يدام في المقلي، هل في الشباكيه، هل مقليات في الزيت، لان الاغلبيه الناس يتناولوا مقليات في الزيت في رمضان. هذا خطا، يعني تيقولوا تعشينا خفيف عقلينا نعم هذه تهمه للاسف، تهمه للطاجين المغربي. الناس يقول لك بان الطاجين راه شي حاجه ثقيله، ولا لا خفيف ما خديش والو، هي لي بات ولا هي واحد البيتزا وخفيف. نعم هذا خطا، يعني فالطاجين المغربي يعني انا تنقولها وتنعاودها تبقى احسن طبق يمكن اننا ناخذوه في جميع الوجبات سواء في رمضان ولا خارج رمضان. تو اذا كان التويجين ديال التويجين المغربي عادي، الله الله في طنجه ياك طنجه هذا بالتاكيد احسن شيء اللي شي بيت معي يستغنى على شي طاجين ديال الحوت في رمضان اكيد. فممكن اننا نتناول القطاني كذلك بالليل، الناس اللي بغاو يتعشوا مثلا شويه العدس، شوف في الشلاضه ولا الطبق ديال العدس ما يكونش بالخبز، ولكن انا تنعاود ناكد ماشي ضروري اننا نتعشاو، ولا كنا غنتعشاو ضروري شلاضه الخضره ضروري تكون حاضرة في العشاء. نعم لان اذا ما خديناهاش في الفطور، ما خديناهاش في العشاء، ما خديناهاش في السحور، يعني النهار كله نعم. الان غادي نجيو للمساله ديال السحور. نعم السحور اللي خصنا ضروري، ياك قلتي السحور ضروري. نعم. العشاء ماشي ضروري، السحور ضروري. هنا الوجبه ديال السحور اشنو نتناولوا في السحور؟ نعم السحور ديال الفجر. ديال الفجر. نعم. وهنا كاين للاسف كاين بعض العادات يا اختي سعيده، كاين بعض العادات اللي ما عرفتش الناس كيفاش يديروا لهم، وأنهم تفقوا في السحور وتأكلوا الطاجين في السحور فهذاك العشاء. مازال أستاذ نبيل عايش حتى الآن؟ مازال، لأن تنعرف هذه كانت قديم. مازال، يعني ذاك العشاء هو السحور، يعني تفيق في السحور باش ياكل طاجين، باش ياكل طاجين ولا باش يقلي مثلا البطاطس تتقلى في الزيت مع ربعة الصباح. العشاء هو اللي كيرشف. العشاء هو السحور، هذا خطأ. يعني أكبر خطأ هو هذا، لأن السحور خصني ناكل أغذية، لأن شوف الوجبة ديال الفطور عوضت المخزون ديالي من داكشي اللي فقدته. الوجبة العشاء غتعطيني مخزون، الفطور عوضت داكشي اللي نقص في النهار. نعم العشاء عمرت. ملي غيجي السحور، حيت كاينه واحد النقطه تيقولوها المغاربه وهي صحيحه، تيقولوا شحال ما كليتي في السحور بزاف شحال ما غيجيك الجوع، هذه صحيحه. علاش؟ ولكن اذا كان طاجين و نعم اكيد داك الماكله، لان السحور خاصني ناخذ اغذيه اللي ما غاديش تخدم، اللي الهضم ديالها ما غيطلبش طاقه كبيره. نعم مثلا تناول الخبز في السحور خطا، ما خصهاش يتخاد، لان الاغلبيه شنو تدير في هذا السحور ديال الفجر؟ تعملوا الوجبه ديال الفطور العادي اليومي اللي كيكون عندنا طيله السنه. كنرجعوها خبز الفرماج واتاي الفرماج والحليب. لا خصنا نتناولوا اغذيه اللي ما غتخسرش ليا المخزون الطاقه اللي خديت في العشاء ولا اللي خديت في الفطور. الفطور لان الهضم تيطلب طاقه. نعم ملي غنتناول الخبز والحليب والفرماج عندي بروتينات ودهنيات والسكريات اللي غتطلب طاقه باش تهضم. نعم ولكن ملي غناخذ كاس الماء والتمر، اذا نفس تقريبا نفس باش بديت الفطور. ونقدر نزيد معاهم فاكهه، احسن شيء يمكن لي نختم به السحور ديالي. صافي هذا كافي. لا شيء، الناس خصهم يعرفوا بان راه المشكل اللي كاين ماشي في الكميه، راه في الجوده الاغذيه اللي خصني نتناخد ويجربوها الناس ويشوفوا. يعني هذا غيكون مزيان حتى بالنسبه اقتصاديا، لان اقتصاديا حتى الناس كتشكى في رمضان، كتزاد المصاريف هما تيقلبوا على المشاكل. اذا للاسف للاسف والله العظيم الا زعما لو ان الناس يعرفوا شنو كاين في رمضان من منافع صحيه، راه رمضان ماشي بسيطه كيمكن باش ناكلوا. وشتي رمضان هو التربيه، كيف ما التربيه في تربيه العادات في الجانب الديني في الصلاه في الزكاه الى اخره، هو كذلك فرصه للتربيه الغذائيه باش الانسان يربي نفسه غذائيا باش انه يتبع واحد النظام غذائي جيد واحد العادات الغذائيه اللي هي جيده. اذا الشكوى اللي كتكون دائما حرق الراس، التنفخ، الحموضيه، القلق والعصبيه اللي كنشوفوها عند الناس ناتجه على هذاك النظام الغذائي الغير جيد بالليل. داكشي علاش اللي عقلتي في الحلقات فسرنا وعرفنا بكلمه معنى كلمه الصيام. يعني كلمه الصيام تعني انني ناكل مزيان بالليل، ماشي اني ناخذ اي حاجه بالليل. ناكل مزيان، ناكل مزيان بالليل. شنو ناكل مزيان؟ ماشي في الكميه، في الجوده الاغذيه. اما نتناول كميات كبيره بالليل ما عندهاش علاقه هذه بالصيام. اذا السحور ديال رمضان كاين اللي تاخذ فيه الياغورت كيقول لك مزيان لا باس. لا باس لا باس، ناخذ ياغورت اولا كاس الحليب لا باس، ولكن باش ناكل بزاف السحور هذا خطا. يعني كاين اللي غيفيق مثلا غياخذ الخبز ويقدر ياخذ السمان، وكاين اللي كاين خاصه غير باش يشرب القهوه.
لا بأس الناس المبيين خصوصا بالقهوة لا بأس ماشي مشكل. ماشي مشكل ماشي مشكل ولكن باش يكون هناك طبق في السحور وتكون هناك كميات كبيرة في السحور هذا خطأ خطأ لأن حتى بالنسبة للجهاز الهضمي لأن ربما من بعد السحور كي اللي غير جاي ناس وبالتالي غيبقى دائما هذيك ومن بعد ما غنعاودش نشرب الماء حتى من بعد 12 ساعة ولا 10 ساعات هذيك البقايا ديال الطعام تترجع للأنبوب الهضمي وبالتالي الناس غيلاحظوا أن إلا مشاو من الفطور حتى للسحور حتى ملي غادي يفيق الصباح غيحس بواحد الحيوية وواحد الانتعاشة ماشي بحال إلا كلاب في الفطور بزاف في العشاء بزاف في السحور بزاف خطأ اللي ما خصوش يوقعوا فيه إذا الصائمين هي أنهم ما يحيدوش الوجبة ديال السحور نهائيا لان كاين اللي كيستغنى عليها ما كاينش ثاني اهم وجبه من بعد وجبه الفطور هي وجبه السحور وجبه السحور هي اللي تتلعب دور باش انني نحس بالجوع ولا ما نحسش بالجوع واش انني نحس بالعطش ولا ما نحسش بالعطش اذا هي اللي عندها الدور بان واش غنكون باش تسير ديال اليوم ديالي يكون الفطور تسير ديال الليل والسحور تسير ديال النهار شي الناس اللي كلاو بزاف الناس اللي غيتسحروا بالشباكيه ويتسحروا مثلا بشي حاجه مالحه غيجيهم العطش اليوم الموالي وغيحسوا بالجوع في اليوم الموالي لان الشباكيه اللي تاخذ الخليع نهائيا 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 لا هذا خطا هذا خطا خطا يرتكب نعم هذا خطا يرتكب علاش لان باش غنهضم هذاك الخليع باش غنهضم هذاك البيض غنستهلك الطاقه اللي جبتها لها من الليل وبالتالي غيجيني الجوع بكري في حين لو انني ناخذ تفاحه مع مثلا فاكهه كيف ما كانت مع التمر مع الماء شنو غيوقع لي غنعطي السكريات هم اللي غادي نستعمل في هذيك الوقت ما غنجيبش المخزون ديالي من هذاك الشيء اللي خدمت بالليل لان تتهضموا بالزربه وبالتالي فعاد ما يجيني الجوع مثلا مع 12 غيجيني الجوع حتى 3 ولا 4 د العشيه اذا كنزيد ناخر الجوع والعطش الاحساس بالجوع الاحساس بالعطش اذا كنتمنى المستمعين ديالنا ما يستغناوش على الوجبه ديال السحور اللي هي مهمه كما ذكرتي لنا وتنقول للناس اللي غادي يمشيو ضياف الا حطوا لكم الناس اللي مشيتو عندهم ضياف شي حاجه في السحور من غير الماء والتمر والديسير راه تيتكلفوا عليكم راه ما تجيش عليهم كيف ما شفنا بالنسبه للفطور الا حطوا لكم شي حاجه في الفطور زي ما حطوا لكمش الديسير راه ما تهلاوش فيكم هادشي كله على حساب استاذنا العياشي اللي باسمكم كنشكره جزيل الشكر مستمعينا على كل هاد التوضيحات وعلى السعة ديال الصدر ديالك على الوقت اللي كتمنحوا لنا ألف ألف شكر أستاذ مرحبا. كل عام وانت بألف ألف خير الصحة والعافية إن شاء الله وكنتمنى ونتلاقوا الأسبوع القادم إن شاء الله نفس الموعد نفس المحطة إن شاء الله إلى اللقاء.